سيتي ارسنال الدور الانجليزي الممتاز البريمير ليج الجوله 26، وان شاءنا كيفاش لايستر سيتي يسقط في ميدانه امام ارسنال اللي ضرب بقوه يعني بالاهداف والاداء. شاهدنا كيفاش دافيد لويز اللي سجل في الشوط الاول هدف الاول في الدقيقه 39، لاكازيت عن طريق ضربه جزاء في الشوط الاول عن طريق ضربة الجزاء في الدقيقة 45، يعني يوري الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 6 لصالح لايستر سيتي، وين أرسنال يقلب الطاولة في الشوط الأول بهدفين لهدف. شنا الشوط الثاني وين نقولوا بلي نيكولاس وين بيبي الذي قضى على أحلام لايستر سيتي في الشوط الثاني في الدقيقة 52، يعني رغم أن كانت المباراة كانت شيقة يعني ما بين مدربين، ما بين ونقولوا رغم ان وين كانت سيطره من جانب ارسنال يعني 58% نسبه استحواذ، 411 تمريره بالنسبه لارسنال، 42% نسبه استحواذ لايستر سيتي، 274 تمريره بالنسبه لايستر سيتي. شان بيرناردن المدرب تاع لايستر سيتي اللي دخل بخطه 4-4-2، شان مايكل ارتيتا المدرب تاع ارسنال 4-2-3-1 خطة يعني ذكية، خطة اللي أوقف بها يعني باردي كلاتيش شنا بارنيش شنا يوري شنا والفيرد شنا ريكاردو لوكا كاجلر شنا جوني تيمونت في الحراسة شمايكل اللي تلقى اليوم هزيمة، يعني شنا ليون في الحراسة تاع أرسنال سيدريك شنا كيفاش دافيد لويز مسجل الهدف التعادل، بابلو كيران محمد النيني اللي خرج في الدقيقة 66، تشيك شنا كيفاش إيمانويل سميث شنا ويليان اسكندر لاكازيت نيكولاس بيبي. يعني كانت المباراة وين كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، خاصة أرسنال وين قدم مستوى راقي أمام لايستر سيتي، وين شاهدنا ضغط كبير يعني ضغط كبير، أداء ممتاز يعني وين نقولوا بلي لايستر سيتي أرسنال يعني التاريخ يهدر، التاريخ يهدر، خاصة وين لايستر سيتي اللي كسب شخصية كبيرة في البريمير ليج، يعني وين يعني اللاعبين من متماسكين لاعبين اللي يلعبوا في مدة في لايستر سيتي على رأسهم شمايكل دا فاردي يعني والفيرد يعني ريكارد شنا كيفاش يعني نقولوا بلي كانت كاش لوكا توماس يعني وين ريكاردو يعني نقولوا لاعبين نجوم في النادي تاع لايستر سيتي. هذه هي الجولة 26 لايستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج.